بيشوف الشوفيرك طيب هاي بيتحك لها من قلبه كرم. يعني اكيد النفس كتير مهمته ببيروت بيعملون ساندويش ساندويش عندهم تعملهم 100 100 بيروت كلهم تقليدة نسخة الاصلية وايرن هاند والمايسترو انا. هل تقلية حمص توم توم كبيس كبيس لفت لفت سلطة بطاطا ونفس طيب ننتهي الفيلم وين حبيبي؟ عمي عادل قديه صار لك عم تلف الصبي؟ ها؟ قديه صار لك بتاتي بالطبلية؟ صار لي 20 بيجوا من كل لبنان تياكلوا طبلية ما صار. الو الو اهلا هيك مسعد حوش الامراء 815 814 350 350 عند الرئيس زياد. اوكي اوكي حبيبي بيقول المثل ما في واحد يجي على زحله وما يقطع عند عادل مسعد. صحيح صحيح. شو سر النجاح؟ سر النجاح عادل مسعد في البيت هذه المصاري لانه هاي المصاري هيدي ما قصد اكل ما قصد اكل بس لو شيء حضور وعشق بتحبني تحب لي افيتها كيف اذا كان اكل طيب سكنوا على بعضهم هذا نحن على الارض نعيش على الارض بنحب على الارض ما في كذب بحبنا ما في كذب بعطائنا نحن حتى اللي معطينا نحن عن صدق نحن هاي المحل هان بنشتغل كل يوم بيومه كل يوم الساعة 5 بعد الظهر عندنا هاي الفرع هان بسكر لانه نحن بنخلص تخلص الطاعة نحن لعنا في رئيس عنا بنجيب بضاعة بنبيع بضاعة هذا نحن كله فريش ونحن بنشتغلوا نحن بنشتغلوا نحن حتى البطاطا مقصوصة هون فريش كله هون كل يوم بيوم هون هذا غير شغل بس شو؟ شي طيب كثير؟ هذا خبرني كثير مهم نعرف شو السر شو السر؟ اليوم ساندويش طابور كثير العالم بيعملوا ساندويش طابور شو عمل المسعد تعملها شيء غير شكل؟ هي كلها غير شكل، طلع فيها مش موجودة بالسوق هذه هي غير شكل. فيها أول شيء كرم هذا واضح. في كرم. فيها السمسم على الساندويش. البطاطا. فريش. سلطة فريش. سلطة فريش. كبيس فريش. والتتبيلة غير شكل؟ طبعا التتبيلة ما فيهاش ما شيء اسمه البيض، ما في شيء اسمه مايونيز بالتتبيلة، ممنوعين هذا. ممنوع نحط شيء على النار في بيض، بيض ما عندناش نهائيا. التوم توم مع زيت. حلو. بدنا ندوق الدجاج اللي لونه أبيض معقول لك كأنك عم تاكل شي لحمة جاي من استراليا صمون صمون ابيض صمون يعني بيحرزوا مشوار من بيروت أربعة على 10